الحكومة المبنية على العدل تكون حكومة موفقة ومستقيمة. العائلة المبنية على العدل تكون عائلة موفقة ومستقيمة، وفي كل مجال وعلى كل صعيد. الأمن مسألة مهمة في العالم ككل وفي الحكومات، كل حكومة في حدودها، ولكن كيف يحصل الأمن؟ يحصل الأمن مع كرامة الإنسان. إذا انضم الأمن، أمن المجتمع على كل صعيد مع كرامة الإنسان، هذا يكون العدل.